عمري انا ليكو كيف نايمه؟ صباح الخير جايز، كيفكم يا حلوين؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير. اليوم اول شيء عبوتي صوتي لانه شفتوا مين نايم. اليوم من اجمل الايام يلي ممكن تقطع بالسنه. من انا وصغيره بعشق هيدا اليوم، بحب هيدا اليوم، بحسه هيدا اليوم عن جد فرجينا قديش انه الام هي عظيمه وقديش المراه هي عظيمه وقديش الله يحمي كل امياتكم. ما بدي كثير اتفلسف عليكم، الله يحمي كل امياتكم، كل عام وعيدة بألف خير. وحتى كمان دايما بقول الأشخاص اللي فقدوا أمهم إن شاء الله يا رب أمهم بتكون عيدة بالجنة أحلى يا رب، لأنه أنا والله بحس بالكل لما نزل ستوري بنتبه إن في ناس كتير فقدوا أمياتهم، في ناس كتير أمهم مريضة الله يشفيها يا رب. فيديو اليوم كتير حلو، هلأ ناطرة يحيى لحتى يجي بخبركم التفاصيل أكتر. رح أخدكم على لبنان، رح أخدكم على البرازيل، ورح أخدكم على لندن كمان لحتى نحتفل نحن وياكم بعيد الأم مع أغلى مع أغلى أميات بحياتنا. خليكم لآخر الفيديو. إذا أنتوا جديد وأول مرة بتفوتوا على القناة ما تنسوا تشتركوا بالقناة، فعلوا الجرس، بتكونوا من عائلة يحيى وسحر، بنحبكم كتير. هلأ بس تفيق ميمي برجع بحكيكم، يلا. هلو هلو هلو، هابي موفرز داي يا حياتي انت. هابي داي زحتني كمان، شفتوها؟ شو؟ باو. وين الداو؟ قولي هابي داي. شو؟ تاتا 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 عم بتقول هابي موفرز داي للتاتا ولإلكم وللماما ولإفريون. عطيهم بوسة عطيهم بوسة. هابي داي هابي موفرز. قولي موفرز. ده صعبة هاي، ده صعبة هاي، خلاص يا صحاب عم صعبة عليا. إجا وقت المفاجآت. اللي بدي أقلكن إياه أنه هلأ نحن وياكن رح نسافر على البرازيل لحتى نشوف كيف رح نعطي الهدية للماما. يلا يلا. يا هلا يا هلا، اليوم بمناسبة عيد الأم حكيتني صحر لروح جيب لها بوكي ورد وقلب كيك لأمها، فخليكم معنا. وهون بلش التجهيزات الهدية بيني وبين أحمد اللي عايش حد أهل بالبرازيل وبعتقد كتار بيعرفوا. فلتر على الواتساب؟ لا ما في فلتر على الواتساب، احمد بيموت بالفلاتر يا جماعه، ما في فلتر على الواتساب. يلا اول شيء بنروح نجيب الكيك. اوكي يلا. في معك شوكليت صح؟ ايه. في فواكه ومنتج هيك خارج ام. اوكي جايز، مثل ما شايفين لهدية الماما يلي عايشة بالبرازيل، لأنه بعد في هدية خالتي يلي عايشة بلبنان. نحن أمه ليحيى رحنا جبنا لها هدية وعطيناها إياه. والله الله لا يحرمكم من أمياتكم. بعتقد هيدا الفيديو من أكتر الفيديوهات كتير هيك قريب لقلبي، وحاسة هيك بزعل إنه أنا كنت حابة روح، بس هيدا أقل شيء إنه ممكن أعمله بفيديو. روحنا إلى الكيك. يلا باي 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 للسحر باي للسحر. وقت يا با يا ريت يا ريت كان فينا نكون حد فردا. باي ذا واي جايز، خليكم للاخر عشان في مفاجأة لإلكم كمان لإلكم. لا سحر لا سحر لا ليه؟ هلا نشوف تبعوا لخالتك. هلا هلا رح نسافر على لبنان يا جماعة. جهزت المفاجأة مع محمد، المفاجأة تبعت خالتي مثل ما شفتوا جهزتها مع أحمد، والله كتير اشتغلت عليها أنا ويحيى لحتى نجرب كيف بدنا نعمل، كيف بدنا نوصل، عم نختار الجاتو الصح، الورد الصح وغيره. فخلينا هلا سوا نروح على لبنان 100%. سربرايز هلا لسلمى، حنعمل له اياها بعد ما بتعرف شيء، وهلا حتشوفها، حنعيط له ونقول لها تجي تشوف. Thank you. Bye. جايز هيدي خالتي اللي هي بمثابة امي اللي انتو كلكم بتعرفوا، هي اخت امي. الله يحمي يا جماعة كل اهاليكم، الله يحميهم يا رب. برجع بقول يلي فقد امه ان شاء الله امه تكون عيدة بالجنة احلى. صح. والله العظيم نحنا كمان نحنا امكم، انا امكم انت امور انا امور.
عم خليك تحكي بس فتنا بالحيط يا جماعة. لا والله أنا صراحة بالنسبة لإلي كمان ما بدنا ننسى كمان هدية أمه ليحيى لأنه كمان ودينا إياها على لندن مبارح وكانت ميمي كتير مريضة. قعدنا بالضبط 3 ساعات ونص 4 ساعات بلندن ودغري رجعنا صراحة كمان عملنا لها كيك وكتير انبسطت. والله يا جماعة إنه شيء بسيط ممكن تعملوه أحيانا لأهالينا كتير بشوفوا قد الدنيا. Trust me. Okay guys, هلا اجي وقت مفاجأة سحر. بدي اياك انت تطلع لفوق تجهزي حالك. هلا. عملت مفاجأة خلال هاليومين كمان انه عم ظبط وكل شيء. حتشوفوها انت وعائز فاملي هلا وانت بدك تطلع لفوق تظبطي حالك عشان نقدر نكفي مشوارنا. كمان. يلا. هلا. 100% عشان ما عادش في وقت. حيروح الشمس. يلا. هاتلن قلن هاي للواي اس فاملي قبل ما نبلش. ميمي ليك وين واي اس فاملي؟ قلن هاي جايز. اليوم نهار الاحد وبكره بتكون عيد الام. سحر اليوم كتير مشغوله عم بتجيب هدايا لامها وامها اللي بالبرازيل انه بلبنان وبالبرازيل وامي وعم بتزبط الوضع وكل شيء ورايحين على لندن. فانا شو قلت من نوع التاون وبلش انا عندي خطه كتير حلوه لسبرايز سحر بعيد الام حتكون مختلفه عن كل السنين واللي احلى من هيك ما بعرف حاسسها مش متوقع اي شيء منه. شو هيدا الديناصور؟ انت بتحب الديناصور؟ وانت عم تاكل شوكولات من امبارح يا بابا ولا ماما لو كانت هون لتقتلني؟ شوكولات. قلن تفضلوا عطيهم. تفضلوا وايز فاميلي. والله فكره بدنا نجيب شوكولات كمان. يلا جايز رايحين على التاون هلا على السوق بدي اجيب كم غرض وخليكم معنا. وصلنا على التاون. شو ميمي؟ هاي بدنا نروح باي. يلا خلينا بس عطيني بيزو للوائز فاهمي. قلت لهم عطيتهم بيزو. ياي بتجيب هدية لماما ولي ماما ياي شو هي هيدا؟ جايز اول شي بتجيب لها سحبورة هي كارت وفي صندوق بدي احط فيها شوكولا وقصص كتير حلوة. شو ميمي هيدا كار؟ عم تعمل جو لحالها. اوكي جايز اول شيء بدنا نعمله هو انه نجيب بدك تجيب بالون لماما كمان اي وحده من جيب بابا وان انا برايي هيدي حلوه شو رايك هيدي شو ما بدك اكبر من وجهها لميمي اختفت ميمي بنجيب لها هيدي لماما ايه اوكي جايز هيدي كانت الكارت من ميمي انا وين ماما وين ماما؟ عم تسأل عن أمها أول مرة شو بدك بماما ما إنك مع بابا وين هون؟ وين ماما؟ نحن وصلنا على محل تاني هلا أنا جايب صندوق وبدي أعبيها بغراض فبدي أجيب لها ماج لماما منجيب شو؟ واو منجيب ماج لماما كمان ومنجيب تادي بير صغيرة شو رأيك؟ أي منجيب بابا هيدي؟ جايز شو رأيكم؟ أنا عم فكر جيب لها هيدي ولا في هيدا التادي بير حلو؟ شو كان جبته محله؟ بجيب لها هيدا التيدي بير مش لإلك هيدا لماما مش هيك؟ لمين هيدا؟ بير هيدا بير لمين؟ حطيتها بيزو اعطيني بيزو طيب جايز حجيب لها هيدي كمان تحطها بالأوضة World's best mom إنه أحسن أم بالعالم جايز فهاي هو الماك اللي جبت لها إياها هلا بس بدي أجيب لها كارت مني وكم شوكولا جايز صراحة جبنا غراض كتير بس ما قدرتش أحمل ميمي والغراض فبس روح على البيت حفرجيكم جبت هيك شوكولا على شكل وردة وجيب لها هلا بس نوصل على البيت ونجيبكم إيه أوكي وجبت لها لعبة ها هي اللي بدها إياها ميمي هيدا يونيكورن هيدا بير حمو عطاك إياها شو وبعد في قطعة ذهب بدي اجيب لها اياها سنسال او بريسلت هلا بشوف بالمحل وانتم بتعطوني رايكم بس طلع مسكر يمكن عشان نهار الاحد فشو حاعمل انا بكره ان شاء الله انا وعم جيب الورد والبالون بجيب السنسال لها هلا وصلت على السوبر ماركت بس بدي ارجع اجي بكره الشغله بتجيبه هلا بس شوكليت بكره حجيب فواكه وهيك اكل عشان حنعمل بيكنيك كثير حلو ليك هول الورد اللي بدي اجيب لها اياهم بس بدي اجيب شيء ابيض وزهر ايه بكره بنجيبهم بابا ولا عجبوني هيدا الشوكليت اللي بيجي على القلب هيدا لمين؟ ماي لا هيدا مش ماوس هيدا رابت وين؟ هيدا قولي رابت فين؟ يي 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 صراحة بعرفها لسحر كثير إذا ما جبت لها جالكسي كأنه ما جبت لها الشوكولا حتعتم بعد ساعتين فحفرجيكم هيك فاست فورورد بسرعة شو عم بعمل ميمي بلشت تخرب كل شيء أصلا فاست فورورد شو عم بعمل وحياخذكم على السبرايز دغري وبعدين حشرح لكم شو جبت لها أوكي؟ Bye.
جايز هلا لازم اكتب انا وميمي رسالة لأمة بكارت ميمي. تحليل كده اكتبها هون. واو يلا 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 كملي ها. ايه هو ده I love حط يو حط يو وحط هارت يلا حط your signature يلا اكتبي شو يلا اكتبي اكتبي انت شو بكتب؟ To mommy like a little bobby hood To mommy from Mommy XXX أنا جبت لها قطعة الذهب أنا خايف إذا عم تسمعني عشان عم أحب قد ما متحمس عم بحكي بشجاع جبت لها قطعة الذهب جبت لها الورد صاروا بالسيارات والبلون صاروا بالسيارات وجبت سناكس للبيكنيك هلا بس نوصل لهونيك حجيب روجين وجميلة معنا على البارك ياخدوها شوي عشان أقدر زبط كل شيء وهونيك بقدر يمكن أحكيكم برياحة أكتر اوكي جايز هلا طبونات سيارتي جبت 2 بالون هلا بالتفاصيل بتشوفوها هون الورد هون الكب كيك جبت سناكس وفواكه وكريبس وهيك قصص بس نوصل حيطلع عن جد سبرايز كثير حلو عشان شي هاز نو ايديا اتس غانا هابن انا سوري عم بعجقك بعدني جاي من الشغل وبدي الحق قبل ما ينزل وانا ماني فهمانه شيء اوكي فك جود انه لابسه وبظبطه حالها هيدي اهم شيء وهلا السبرايز حتكون غير شكل بس بدي اروح اجيب روجين روجين وجميله قبل سوري عم بحكي بالتقطيش عشان عم راجع السياره عم حاول صور بنفس الوقت جايز بس كثير بتحب والله انا كمان متحمسه بس الفكره وما فيها انه بدي اعرف شو صاير شو فيه ولا متفقه هو جميل وروجين يحيى لوين هلا بتشوفي اتس نايس سربرايز انا بحب السربرايز يا عشان هيك انا ساكته هلا عليكم ميمي هاي ميمي بس اجت جميله وروجين وكلهم ما بدهم يقولوا لي شو رايحين نعمل يلا هلا بتشوفي طب ما قلولي انا رفقتكم على اساس بحب السربرايز اوكي جايز نحن وصلنا على المحل اللي اخذنا عليه يحيى شو بس شو بدنا نعمل شو بدنا نسوي بعد ما بتعرف طيب لك الطقس يا جماعه اليوم بجنن بركض ركض احسن ما تعتب بس على فكره هلا اجمل وقت معك خبر اوكي سحوره هلا انت بدك تروحي او مع رجين او جميله بدهم ياخذوك على محل انا بدي اخذ حدا يساعدني اوكي وروحوا لعبوا ميمي شوي أوكي. وبس دق لك رجع تعال على السياره طيب يلا اوكي يلا باي خلص جميله رجعت راحت اوكي جايز هيدي البلاوين اللي رجعت جبتهم وهيدي الورد ما قدرت فرجيكم عشان عم بركض ركض بركض اليوم وهيدي الصندوق اللي عبيناها انا وياكم اهم شيء اهم شيء هيد النكلس اللي جبت لها اياها لسحر سعيدة ميمي عجبت يا عليك شو كيوت انت احسن شي دعم الفكرك واو هول من انا وميمي انا وميمي امبارح رحنا وجبناهم هول من الستار هي نقت ثلاث ارباع الاشياء على فكره هلا بتشوفوا بالفيديو بعدين وجبنا كب كيك وجبنا بلاوين اوه ميمي وين الرابط؟ الرابط اكلت 2 منهم اشتريت 2 غيره شو حلوين اوه هيدي كمان لك اوه فكرت هيك رح توقف اوه لك شو حلوين في عندك كومنت كثير ثانك يو بستحق قدام روجين وجميلة أنا على فكرة والله ثانك يو حبيبي ثانك يو والله بجنن الفكرة يلا خلينا نشوفي شو جبت لك يلا ليكي ميمي ركضت على الزبالة اه بدها تهديكي اياها ميمي ميمي يلا اعطيها لماما ليه اعطيها لماما ميمي يلا اعطيها يلا انا املك يا ماما يلا يا عمري انا شو سحوره واو عجبتك لايك عم بيصير فوتو سيشن ورا باي ذا واي جايز انت شوف الكارت تبعوا الميمي لك جيب اسحب اسحب الكارت الكبير من ميمي ايه ايه بدك تاكل شوكولات؟ خلي روجين تفتح لك اياها يلا تعال يلا عم بدك ليك شو حلوه هابي ماذرز شوف 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 مين كتب لك مسج
هيدا امضاء ميمي روق شوي ما قدرت فرجونا الوقت فهمنا عشان كنا عم نعملها بركز عن جد؟ ايه شو حلوة على المخرب شي حلوة يو نيف هيدا من ميمي وانا جبت لك كارتن the most amazing mom by far يا برنا واو شوف شوف هيدا كمان روز على الشوكولا ما قدرت فرجونا الواي اس فاملي شو اسمه وليكو ليكو ليكو السانسيت هلا ماخذنا كم صورة حلوة لك شو حلوين هيدا على الشوكولات كله شوكولات كله شوكولات واو ميمي بدها تاكل الشوكولات أكلت الورد شكلة ما تجبتي لي هدية شو واحد بيجيب هدية بيصير بديها I love you so much you are the best mother in the world can't wait to spend the rest of my life with you خلي صوتك أيوة أحلى شيء يا جماعة الواحد لما يشتري هدية لأمه ويكلها الشوكولا هو شو ميمي بينتي أكلتيها طيبة لك هاي لك 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 ميمي ميمي أنت عم هيدا البارب كمان ما كانت هي جابتها هي لك لك كيف عم تعمل ماما أنت هيدا لإلك ولا للماما لمين هيدا بابا هلا بابا اوه لك شو مهضومين هول كلسات للمام حلوين لك شو مهضومين عن جد هيدا مج ياي ثانك يو ميمي شو هيدا ميمي ميمي مش فاضية ميمي مثل نسوان الفرن نازلة أكل وهول كمان شوكولا هيك على اوه لك شو حلوين وهيدا من ميمي كمان هي لقيتها World best mommy ياي لك شو حلوين يا زلمة والله أحلى هدايا هيدول بخليهم عندي لما تكبر يا ميمي وأكيد نحن منسوي فلوجات لحتى تشوفي هيدا شو يا ميمي هيدا ما بتسقوا رابت ماوس هيدا ماوس ولا رابت أكيد جبته لألا لا ميمي شو عم تعملي؟ شو رأيك بالمفاجأة؟ والله هيدا اليوم أسعد يوم باي سوري بعد قهوة اليوم أسعد يوم صراحة كان بالنسبة لإلي ثانك يو بيبز على كل حياتي شيء حياتي لو شو ما عملت ولو شو ما سويت ولو شو ما أكيد بستفزك أوقات وكل هذا بس لو شو ما عملت عن جد عن جد صعبة to give back to the mom ويعطيك العافية هول السنتين اللي صار لك مام فيهم عن جد كسرت الدنيا فيهم يبدانا excellent job عن جد يبدانا excellent job and I'm so proud of you Thank حياتي you. وإن شاء الله إن شاء الله لقدام هنكفي هيك إن شاء الله يا رب guys أنا بحبكم كتير شكرا لكل التعليقات الحلوة أنا مأكد أنه هلا عم تكتبوا تعليقات كتير حلوة الله يحمي لنا أهالينا يا رب يحمي أمك وأمي وخالتي وكل أم أمهات كل الوائس فاملي وغير الوائس وغير كل Everyone. العالم أمهات كل العالم فوق راسكم و يا رب يا رب تجتمعوا إذا كنتوا بعاد الله يرحمهم Hey guys, وصلنا لآخر الفيديو إن شاء الله يكون عجبكم هيدا الفيديو تمو كتير على حالكم and we love you so much نقل لهم باي أحلى باي ميمي أكيد أنت هتقل لهم باي ما تخاف ما تخاف نقل لهم باي باي يلا سكري 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 باي بوم